تحت عنوان سرطان الثدي آفاق جديدة، نظم مشفى البيلون الجامعي محاضرة عن التوعية بسرطان الثدي لكونه من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في بلدان العالم المتقدمة والنامية، ومعدلات الإصابة به أخذة في الارتفاع. هذا المؤتمر بيعطي فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف ما بين زملائنا الباحثين الذين يشاركون بأوراق عمل في هذه الورشة. نأمل أن يخرج هذا المؤتمر بمقترحات وتوصيات هامة، سواء بالعلاج أو التشخيص، عدا عن ذلك بإعطاء بعض الإرشادات والرعاية للوقاية من هذا المرض. موضوع سرطان الثدي كتير مهم من حيث العلاجات الجراحية والكيميائية والشعاعية. مثل ما نعرف مشفى البيروني هو المرجع الأساسي بهذا الموضوع من ناحية هذه العلاجات، سواء كانت المعالجة الكيميائية الهدفية والهرمونية والبيولوجية، بالإضافة للجراحية والشعاعية والأقسام الأخرى التشخيصية مثل تشخيص الشعاعي والتشخيص المخبري. فهذا كل هذا موجود هون، بالإضافة كمان نحن بنعمل حملات توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعتبر سرطان الثدي هو الورم الأكثر شيوعا عند النساء، وهو حاليا يعتبر السبب الأول أو الثاني للوفيات الناجمة عن السرطان. من انطلاقا من هالإحصائيات يعتبر سرطان الثدي ذو أهمية خاصة. ندوتنا اليوم بمشفى البيروني هي عن سرطان الثدي والآفاق الحديثة بمعالجة سرطان الثدي، ليس فقط اعتبارا من الكشف المبكر، وإنما كل جوانب سرطان الثدي، من العلاج الكيميائي إلى العلاج الشعاعي إلى العلاج المناعي إلى العلاج الهدفي. هالندوة هي رح تكون عبارة عن ملخص للمستجدات العلمية في مجال تشخيص ومعالجة سرطان الثدي. أهمية هذه الفعالية العلمية من كونها في أنها تسلط الضوء على المستجدات العالمية والطبية في المجالات التشخيصية والعلاجية في مجال سرطان الثدي، بالإضافة إلى سرد لعدد من الحالات السريرية الخاصة بمعالجة هذه الأورام ضمن مشفى البيروني الجامعي، وكذلك كعلاجات وحالات ترميمية جراحية أجريت في وحدة أمراض الثدي في مشفى المواساة الجامعي بالتعاون مع شعبة الأورام في مشفى البيروني الجامعي. الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي بهذا المرض وتضافر كافة الجهود لمواجهته والعمل على الوقاية منه والاطلاع على آخر المستجدات عن المرض وعلاجه.